واولا سي عمر مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. اليوم تفاجئنا بالقرار الحكم المحكمه الابتدائيه للرباط التي اصدرت حكم اليوم بحكم بسنه ونصف سجنا نافذا في حق الاستاذ والصحفي والزميل حامد مداوي، وغرامه ماليه قدرها 150 مليون سنتيم. حنا كجسم اعلامي حسينا بواحد الاثر، يعني القلق، واحد لو شوك. الصحفي اولا ننتقد ان الصحفي تحكم المسطرة الجنائيه وما يمشيش القانون ديال الصحافه والنشر. فاليوم كيبقى يوم اسود، يوم 11 نوفمبر، ويوم اسود في تاريخ الصحافه المغربيه. كصوت الاعلامي حميد مداوي، تتفق او تختلف، يبقى صوت حر، القلم الحر الذي يتكلم ويفضح الفساد ماذا يقع في المغرب. ولكن ما يمكنش نناقشوا قرار المحكمه، هو حكم وخا نافذ، حكم ابتدائي. الدفاع ديال الاستاذ حميد مهداوي سيلتجئ الى الاستئناف ويلتجئ الى محكمه النقد اذا استوجب ذلك. ولكن احنا كاعلاميين او كمواطنين تفاجأنا بهذا القرار الصادم في حق حميد مداوي، في حق الاسره ديالو. صراحه 2024 مثل هذه الاحكام تخرج الصحافه كنا الصحفيين اللي جاوا العفو الملكي ديال ابان عيد العرش المجيد، العفو الملكي ديال عمر الريسوني بو 20 الطواجني، يعني كنا تبشرنا بالخير اننا ما يمكنش الصحفيين يتابعوا الى غير ذلك. ولكن اليوم الكل تصدم، وما احنا كاعلاميين اننا نعبر على التضامن ديالنا دائما. الحريه لحميد، فري لحميد، لاننا هذا الشيء، هذا الحكم ماشي ضد حميد، هو ضد الصحافه. كما قال حميد خالد الجامعي، الاستاذ الصحفي خالد الجامعي رحمه الله، الصحفي كيبقى دائما في صراح مؤقت. واخا سي عادل، الجميع كيتسائل زعما شنو هي الاسباب اللي خلات يتحكم على ذلك؟ وللاسف شنو تبعنا هو الصراع مع الوزير العدل، يعني الوزير العدل ودار الشكايه ودار ملتمس عبر رئيس الحكومه، داروا به الشكايه. شفنا حميد خرج انك قال اللي قالوا في الفرقه الوطنيه ماشي هو اللي تقلوا في القضاء. شفنا الطريقه اللي خرج الاعلامي الاخير ديال الوزير العدل في منابر وطنيه وفي منابر اعلاميه اخرى، قال انا كنطلب مليار واكثر من مليار وباقي غنفتح ملف. يعني كان وزير العدل كيدير بعض الممارسات غير مقبوله من وزير مسؤول في الحكومه مسؤوله انه يتابع صحفي. نحن حميد مداوي لم يتساهل مع عطيف هوافي، ويتساءل في عده قضايا، خصيصا في القضايا ديال شركه الاتصالات اللي كيقول على واحد المصاريف ديال الملف في المحكمه الى غير ذلك. دائما حميد يتساءل، دار رساله عطيف هوافي قال انه ما راسنيش الى اخره، ما كنش ندخل حنا في التفاصيل. ولكن شنو حميد شنو خرج الاشهر الاخيره ولا الشهرين، هذا الشيء اللي دار ما مفهومش. ما يمكنش وزير في حكومه سياسيه، وزير مسؤول، كان دائما عطيف هوافي عندما كان في المعارضه كان دائما يهاجم الحكومه، وعندنا تسجيلات في البرلمان يهاجم واتهامات خطيره ديال رئيس الحكومه. رجعوا القضيه ديال 115 مليار درهم ديال قضيه المحروقات، هو اللي قالها، ما قلناش حنا، قال عطيف هوافي. لكن الاعلام حتى هو السلطه رابعه، كيحاول يوضح، والدور الاعلامي بحال اللي قال السي حميد وادي بقى دائما راسخه، ان الاعلامي كيجمع الخبر، كيجمع الاخبار، ماشي كيجمع البيض ولا كيجمع شي حاجه اخرى. هذا هو الدور الاعلامي، كل ما توصل بخبر معلومه كينشروا كيكتب عليه. الطريقه ديال الاعلام تبدلات في السنوات الاخيره بلي غيزو سوسيو، كنا كنتعاملوا بلي غيزو سوسيو، هذا هو التعامل. ولكن الصراحه انا تفاجات وحسيت واحد الالم، واحد شلو شوك بالنسبه لي انا، كل المواطنين. خويا عمر، واخا سي عادل، شنو هي واخا شنو هي رسالتك اليوم انت كاعلامي؟ ورسالتنا احنا، رسالتنا القضاء، عندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي، في القضاء ديالنا النزهاء والشرفاء. اولا رسالتنا هو ان كل التضامن مع حميد مداوي، مع الزوجه ديالو، مع الابناء ديالو، مع الاسره ديالو. كنقولوا احنا من هنا من مدينه سليمان كاعلام نتضامن وكل تعازر مع الحميد مداوي. كنقول لجميع المواطنين في غزة كلهم يفعلوا هاشتاقات ديال الحريه لحميد المداوي. التضامن ديالنا كنا مع حميد المداوي. وبغي رساله نقولها للفاعل السياسي المغربي، الفاعل السياسي خصو يعرف ان الدور الصحفي هو هذا، حتى هو كيمثل السلطه، وانه كيحاول
كيحاول لو ماكسيمو انه ينقل الحقيقه وينقل الخبر. ولا كانت هذه مثل هذه الاحكام ان تكمم الافواه وترجعونا لسنوات سنوات الرصاص وسنوات الجمر، ونقولوا هاد المسؤولين هاد الحريات اللي وصلنا لها دابا في المغرب فضل واحد النضالات كبيره ديال الحقوقيين كبار، حقيات كلمات السجن كيلعب نضالات السيادات في السبعينات في الثمانينات، رجال سياسيين وفاعلين جمعويين واعلاميين كبار اللي ضحاوا بالغالي والنفس كي ضحى بالروح ديالو من اجل استقرار هذا الوطن. ما نجيوش حنا ب 2024 والمغرب سني المواثيق الدوليه، ورسالتي كنطالب على الدوله وعلى القضاء كنقول ان اي متابعه تكون اي اعلامي مشيو لقانون الصفر، قانون الصحافه والنشر، ما مشيوش القانون الجنائي. الا كان الصحفي دار شي حاجه امور شخصيه هذيك هي مشيو للقانون الجنائي، ولا كانت الامور في اطار المهنه خليونا الله يجازيكم بخير. انت اي متابعه تكون قناه الصحافه، فهادشي في العالم كنشوفوا فرنسا اللي كيقتضوا بها وزراء ديما كيعطيو النماذج ديال فرنسا، ففرنسا ما كنشوفوش ان مسؤول سياسي كيطالب مليار. هذا قمه العبث، قمه العبث اللي كنعيشوا دابا في المغرب اخويا عمر. خاص الامور تستحل حل، ما يمكن لي الا نقول خويا حميد حنا كهنا من سيدي سليمان، وكيبقى حميد رمز الغرب وحميد صوت الغرب، كيبقى هو الاستاذ الذي يقصد به كرجل قدم الكثير للصحافه الوطنيه. وكنطلب بعض الصحافيين وبعض المنابر المحسوبه لجهات اخرى ان ان ان, أن تعبر عن تضامنها، ونطالب المجلس الوطني ان يخرج عن صمته وان يعبر ببيان بيان ويعبر عن تضامن ديالو. وبعض الاعلاميين خصهم يراجعوا نفسهم لان التاريخ يذكر الجميع، والتاريخ سيذكر حميد المداوي ولن يذكر المنبطحين للفساد. واخا سي عادل الان دابا حميد هو في السجن الان ولا خلاص؟ لا باقي ما كاينش في السجن، هو الحكم نافذ ولكن حكم ابتدائي. لهيئه الدفاع عندها واحد المده على ما اظن 10 ايام ستتجه الى الاستئناف، عند الاستئناف ستكون اخرى سننتظر الاستئناف. واش ما قدرتش ندخل في التفاصيل لان دائما هذا كيبقى واخا خرج الحكم كتبقى التفاصيل الاستئناف، حنا ما يمكنش ناثروا على القضاء. كنعرفوا العمل ديالنا وكنعرفوا الحدود ديالنا اعلاميا وقانونيا. الان حميد باقي ما تعتقش هذا، ولكن ما نتمناه ان في الاستئناف ماشي كنترجاو ولا كنطلبوا، خص بعض التفاصيل تعاود، لان حميد ذكر اشياء خطيره في اظن واش حميد في هذه الايام واش يخرج في موقع بديل باسمه هو المدير العام رئيس التحرير ديال الموقع بديل، واش يخرج يشرح؟ لان التحقيق اللي دار في الفرقه الوطنيه وما قاله الاسئله تقاتلوا في الفرقه الوطنيه ماشي هي الاسئله تقاتلوا في المحكمه. هذا ما قاله حميد مداوي ماشي قلته انا كعادل. اشياء اخرى كواليس اخرى، اليوم شفت التصريح ديالو قال انه شي واحد تواصل قال شنو قال عبد اللطيف وهبي، كلام خطير مابغاش يرجع. ولكن اللي عجبني في حميد رغم انه دوز ثلاث سنوات نعرفوا السابقه والحكم قال ما نطعنش في مؤسسه الدوله، هذا هو المواطن الغيور على بلاده، ورغم ما يكونش ما يقيش مؤسسه الدوله هذا هو المواطن، ماشي حكم ضده وانه قدر الله يسر، ما نتمناش انه تعتقل مره اخرى. ورغم ذلك باقى ثابتا ومآمن بمؤسسه الدوله المغربيه. عندنا الثقه كامله اخويا عمر في القضاء، وعندنا كنعرفوا قضاء مستقل ما تابعش وزاره العدل، دائما يتابع النيابه العامه، وعندنا ثقه كبيره في القضاة ديالنا اللي هما شرفاء ومعروفين بالنزاهه ديالهم. السيناف يكون فريق اخر، تكون هيئه اخرى، يكونوا قضاة مرتبه ثانيه مرتبه الدرجه الثانيه من التقاضي. نتمنوا السيناف يكون الفرج لحميد، لان حميد لا يستحق ان يدخل اسوار السجن خويا عمر. واخا كاين شي رساله توجهها للوزير العدل شنو تقدر تقول له هذا الملف هذا زعما؟ سي عبد اللطيف، نحن كاعلام عندما ننتقدك او نختلف معك ماشي لامور شخصيه، وعمرنا ما تهنوك شي اتهامات ولا غير ذلك ما يصلنا. وبعض المرات السي عبد الطيب ترى كتكون كتبروفوكي، بعض المرات كتكون لا رياكسيون ديالك بعض المرات كتخلي الاعلام يخرج. كنقول لك السي عبد الطيب انا قلنا اول مره عندك مناشده من قلبي من مواطن من اعلامي متواضع جدا، حاول السي عبد الطيب. حميد ما يبغيش هذا الشيء، ولكن كنضرب الاسم دابا ديالنا. عارف حميد عنده زوجه عنده اسره، صعيب ان شي واحد يدخل السجن وسن حميد دوز مسكين. كنقول السي عبد اللطيف راعي يكون شويه انساني، وانت انسان، وكون السي عبد اللطيف وهبي انساني، الانسانيه ديالك ترفع على كل ما اثير اليك والى غير ذلك، سواء شي صحيح ولا ماشي غلط. نضربوا السي عبد الطيف انت عندك وليداتك، ما بغيتش ولدك تتقاس، ما بغيتش ولدك تخشى في ملفات خاصه، نتفق معك. ولكن السي عبد الطيف ولدي انت مواطن قبل كل شيء، قبل ما تكون وزير قبل ما تكون مسؤول انت مواطن وابن هذه التربه. كنعرفوا الناس ديال السوس والناس ديال سالودات، الناس ديال الخير والناس ديال الدار الكبيره والقلب الكبير
كبير ومشينا عنده كنعرفهم، فبغينا عارف طيب هو بي يكون ذاك الرجل عنده القلب الكبير ويكون رحيم وراعي. لكن عندك اختلاف مع حميد وكذا كما كانت، شوف وليدات حميد، شوف الزوجه ديالو السي حميد راه كتعرفو ديابيتيك ولا غير ذلك. فهذه مناشده كنقول لك انسان عادي من قلبي وعافهم الله السي عبد الطيف، ونتمناك وحنا لا درتي هذا الشيء تكون عاد تكبر في عينينا السي عبد الطيف. شكرا سي علي، مرحبا.